كنا اتكلمنا في حلقه اول امس وقلنا امبارح الاثنين هيكون في العزاء الخاص بوالد الكابتن اسلام الشاطر بالامس العزاء كان في مسجد الحمديه الشاذليه في القاهره بعد ما تم مراسم العزاء يوم السبت الماضي في الاسكندريه في مسجد القائد ابراهيم بالامس كان في لفيف كبير جدا من الرياضيين والحضور لمشاركه الكابتن اسلام الشاطر في العزاء وتعزيته في وفاه والده عزاء المرحوم الاستاذ محمود الشاطر والد الكابتن اسلام الشاطر الف رحمه ونور عليه وقدامكم طبعا على الشاشه الكابتن احمد شبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي والحارس التاريخي للنادي الاهلي والمقدم البرامج الرياضيه والاعلامي الكبير كان موجود امبارح يمكن حتى كمان المشجعين رضا رضا اللي قدامنا ده احد مشجعي الاهلي الكبار جدا جه من محافظه مرسى مطروح لتعزيه الكابتن اسلام الشاطر في مسجد الحمديه الشاذليه وخالص التعازي للكابتن اسلام ولاسرة الكابتن اسلام على وفاة الوالد ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته الاستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات وبرزنتيشن وبالتاكيد حضور مهم جدا للعديد من الرياضيين خالص التعازي للكابتن اسلام الشاطر ولاسرة الكابتن اسلام بالتاكيد وربنا يرحمه وفي نفس الوقت كمان ربنا يجعلها اخر الاحزان باذن الله.